بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام بالتمام والكمال. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على أين ترتريز منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أم ديو أم سرتان مولي بيان فيتور ولو شاف دي بيان فيتور سي محمد كلابيد الله سوى سيروي. وبعد نأخذ الآية الأخيرة ومن الذين قالوا إن النصارى هما في جدال قالت اليهود ليست النصارى على حق وبعد الأخرين ردوا له نفس التهمة. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذ ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به يعني خطر إليه هما جايين من بني إسرائيل أغلبهم من عندهم مساوئ بني إسرائيل نسوا حظا يعني جزء من عهد الله لهم وتذكيرهم بواجباته فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا أي حرشنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء العداوة الأستيليتي والبغضاء لا هم تشوفهم. أنا خضر الآية دي عندها علاقة واضحة بما هم فيه الآن خاصة الآن مش أثناء الحروب الصليبية فقط الآن شوفوا ما بين بوتين والكلب الآخر الأمريكي اسمه قاعد يقع ونتائج قيادة الكلب الأول وقيادة الكلب الثاني والبغضاء إلى يوم القيامة زادة سي توجور لو ميم ريتم لو ميم رياليتي يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سدير ديو فا لي رابلي دو تو سكيزون في كوم فورفي. والسلام علينا بالتمام والكمال والحمد لله بالتمام والكمال.